استراتيجية الأصابع الخمسة أو استراتيجية أخفض يدك هي واحدة من استراتيجيات التعلم النشط واستراتيجيات التعلم باللعب، والذي يهدف إلى تفعيل دور الطالب وجعل الطالب محورا أساسيا في عملية تعلمه، حيث يتم التعلم من خلال العمل والبحث والتجريب واعتماد الطالب على ذاته في الحصول على المعلومات. وهذه الاستراتيجية الأصابع الخمسة أو أخفض يدك هي استراتيجية تعليمية مبتكرة تعمل على تنمية مهارات الكتابة والتلخيص والقراءة والتواصل أيضا لدى الطلاب بشكل أساسي، ويمكن تطبيقها على جميع المواد الدراسية والمستويات، وتعتمد على مهارة وفن المدرب أو المعلم. كما تستهدف هذه الاستراتيجية بشكل ثانوي استخدام الطلاب لمهارات المناقشة والتحليل والتدرب على العمل الجماعي واحترام الآخرين. تعتمد فكرة هذه الاستراتيجية على 5 أسئلة أساسية متعلقة بالدرس، تتمثل في السؤال ماذا ولماذا ومن وكيف ومتى، ويمكن إضافة أين في هذه الاستراتيجية حسب الاحتياج وحسب الدرس، حيث يتم كتابة تلك الأسئلة على نموذج ورقي لكف اليد يتم رسمه عن طريق الطلاب. أما عن خطوات تطبيق هذه الاستراتيجية باختصار، نقول أن المعلم يقوم بتوضيح هذه الاستراتيجية للطلاب وكيفية العمل بها وتطبيقها والهدف منها، ليكونوا متفاعلين مع المعلم والمدرب. ثم يطلب من كل طالب أن يخفض يده على الورقة، على ورقة A4 أو ورقة بيضاء أو ورقة من الدفتر، ويرسم كف يده بقلمه على هذه الورقة. ثم يقوم الطلاب بكتابة أدوات الأسئلة، هذه الأسئلة التي ذكرناها: الأصبع الأول ماذا، الأصبع الثاني من، الأصبع الثالث لماذا، الأصبع الرابع كيف، الأصبع الخامس متى أو أين، وعلى جميع أصابع الدرس قصة تاريخية أو عبرة أو تحليل نص شعري أو سيرة ذاتية أو غيرها، فإن هذه الأسئلة هي محط أو مناط هذا الدرس. فتقول في هذا الدرس ماذا، ما الفائدة من هذا الدرس، ولماذا، لماذا ندرس هذا الدرس، أو لماذا حصلت هذه الأحداث، من بطل هذا الدرس، من بطل هذه الأحداث، من القائل، من المتحدث، من المؤثر. ثم بكيف، كيف حصلت هذه الأحداث، كيف تحدث البطل، كيف دارت أحداث هذه القصة، كيف حصلت المشكلة، ثم متى حصل هذا، وفي أي زمن وفي أي وقت، وكم استغرق هذا، ثم أين حصل هذا، وفي أي بقعة من الأراضي جغرافية أو مكان ما. وبهكذا يتم تلخيص الدرس عبر هذه الأسئلة الخمس. ثم بعد قراءة الدرس والإجابة على هذه الأسئلة يتم كتابة الملخص في راحة اليد، والملخص كالعادة يكون عبارة عن الأفكار الأساسية التي قام الطلاب باستخراجها من الدرس بصياغتهم هم طبعا، فيعلمهم طريقة الصياغة والاستخلاص العبر والإجابة على الأسئلة باختصار وبشكل واضح. يطلب المعلم من الطلاب قراءة الدرس وعناوينه الأساسية وكتابة جميع الأسئلة على النموذج قبل الحصة أو بداية اللقاء، أي يأخذون نظرة أولية مبدئية عن الدرس يقرؤونه بشكل سريع، ويستحضرون خلال القراءة هذه الأسئلة وهم يقرؤون، فيبدأون يلتقطون الإجابات من خلال الدرس في أذهانهم. ثم يبدأ المعلم بشرح الدرس، وبعد انتهائه من الشرح يطلب من طلابه الإجابة على جميع هذه الأسئلة التي سبق لهم أن كتبوها، فيبدأ الطلاب باستخلاص العبر من خلال ما قرأوه في البداية، ثم من خلال شرح المدرس ونقاشه لهم في الدرس. بعد ذلك
يقوم الطلاب بإجابة جميع الأسئلة والتعبير عنها بشكل واضح ومناقشة المعلم، ثم كتابة ملخص الأفكار الرئيسية المستخرجة من الدرس داخل راحة اليد هذه. فيكون الطالب قد قرأ الدرس وأجاب عن الأسئلة بشكل واضح، وهي تغطي كل تفاصيل الدرس طبعا، ومن ثم خرج بملخص عن الدرس وعبرة أو الفائدة المرجوة من الدرس. ثم يقوم المعلم بتقييم نماذج الطلاب وتقييم الملخصات التي قام الطلاب بإعدادها وتشجيعهم على المضي في هذه الأفكار الجميلة. هذا وبارك الله فيكم أيها المعلمون وأيها المدربون، دمتم في تطور دائم.